القمح الليله ليله عيده، صح؟ طيب، والقطن الليله برضه ليله عيده. قبل كده احنا بدانا موسم جني القمح، ولو تفتكروا كنا في توشكا وكنا في مشروع مصر الزراعي وفي عموم جمهوريه مصر العربيه المناطق اللي كانت مزروعه بالقمح، وتم وبدا موسم الحصاد. دلوقتي بنبدا نجني محصول القطن المصري طويل التيله الفاخر اللي مفيش زيه في الدنيا. ايوه. طيب خلونا ناخد معانا على التليفون دكتور عادل عبد العظيم، وكيل مركز البحوث الزراعيه ورئيس صندوق تحسين الاقطان. اهلا بيك يا دكتور. ازاي الصحه؟ كله تمام؟ الله ينور على سيادتك، كله تمام. استاذنك تعلي صوتك يا فندم، واستاذن زملائي يعلوا لنا برضه الصوت هنا في سماعات الاستوديو لحسن الصوت بعيد جدا، وموضوع القطن والذهب الابيض ده ما يعديش كده من غير ما نتكلم فيه شويه. طبعا يا فندم، ده القطن المصري والعالم كله بيشهد له بصفات الجوده العاليه ومزاياته الجميله. طبعا عظيم جدا. عايزين نتكلم اكتر على موسم الجني بتاع القطن السنه دي، المحصول بتاعنا، الفصائل الجديده برضو اللي تم يعني استنباتها او تطويرها في مصر. انا عارف ان احنا شغالين على مساله الفصائل الملونه اللي هي البيج والروز والاخضر، اخضر فاتح بيستاج على راي الجماعه الاجانب، بس دي لسه مش في اطار الانتاج الاقتصادي، لكن انتجناها طلعناها في المراكز بتاعتها، انا شفتها بعيني بصراحه. تمام يا فندم، تمام. محصول السنة دي. يا فندم، زي سيادتك ما ذكرت، الحمد لله يعني احنا دلوقتي في موسم حصاد القطن. الموسم الحصاد انت عارف سيادتك بدأ في محافظات الوادي الإبلي في منتصف شهر أغسطس، وبدأ في الوادي البحري حاليا في الفترة الحالية. فكل محافظات مصر حاليا بتجني القطن المصري اللي هو أفضل أنواع القطن على مستوى العالم. المساحة المزارعة السنة دي حضرتك 638 ألف فدان، أزيد من السنة اللي فاتت 100 ألف فدان بنسبة 40%. ما شاء الله. الإنتاج إن شاء الله المتوقع السنة دي 2.6 مليون إنتار، بالمقارنة بالسنة اللي فاتت كنا بنتكلم في 1.4 مليون إنتار. فإحنا عندنا 1.2 مليون زيادة. بإذن الله تعالى. الله أكبر. بإذن الله تعالى. الأفضل بقى والأحسن كمان إن حضرتك صفات الجودة المصرية رجعت للقطن المصري من خلال المجهودات اللي الدولة بذلتها في آخر 4-5 سنين. القطن المصري النهارده اصبح على قمه صفات الجوده للقطن على مستوى العالم، وده مش كلامي حضرتك، ده كلام العالم كله. اللجنه الدوليه للاستشاريه للقطن اللي بتصنف القطن المصري رقم واحد عالميا حاليا في صفات الجوده، صفات الغذائيه. بالنسبه لحضرتك للمبيعات السنه اللي فاتت برضه تجاوزت ال 350 مليون دولار، ان شاء الله السنه دي باذن الله تعالى ان شاء الله هتصل الى 700 مليون دولار باذن الله تعالى. الله اكبر، باذن الله سبحانه وتعالى. في عجاله كده حضرتك، كام نقطه ايه اللي الدوله عملتها الفتره اللي فاتت عشان نصل الى هذه الدرجه الممتازه المشرفه بالنسبه للقطن المصري. وطبعا المشرفه لمحاصيل كتير جدا، يعني زي سيادتك ما ذكرت، سواء القمح سواء الرز سواء البنجر سواء قصب السكر. يعني مصر بتحتل رانك على مستوى العالم، لها ترتيب كده متميز في على مستوى العالم في الدول الاولى والثانيه والثالثه من حيث الانتاجيه في المحاصيل يعني. فبالنسبه للقطن حضرتك، احنا طبعا وزاره الزراعه طبعا انت عارف سيادتك ان القطن محصول زراعي صناعي تجاري. طبعا. فطبعا فيما يخص طبعا دوله رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اصدر قرار بتشكيل لجنه ثلاثيه من الوزارات الثلاثه علشان تشرف ويتم تكليفهم ومتابعه منظومه القطن الجديده. يعني النهارده وزاره الزراعه مسؤوله عن ملف الانتاج، وزارة حضرتك قطاع الأعمال مع وزارة التجارة والصناعة مع وزارة الزراعة مسؤولين عن التسويق ومسؤولين عن وضع خطة للتصنيع. فبالنسبة للإنتاج الحمد لله أصبح عندنا أصناف متميزة جدا خلال الثلاث أربع سنين الأخيرة. عندنا مجموعة من الأصناف اللي تصلح لوجه الإبلي زي جيزة 95 وجيزة 98، أصناف تصلح لمحافظات الدلتا. عندنا بنزرع جيزة 97 في الفيوم والغربية في المنوفية والغربية. عندنا جيزة 94 بنزرعها في كفر الشيخ والدقهلية والشرقية. عندنا جيزه 92 بنزرعه في دمياط، عندنا 96 بنزرعه في كفر الشيخ، عندنا 86 بنزرعه في البحيره. يعني احنا يا دكتور عادل عندنا اكتر من صنف بنزرعه في اكتر من مكان في عموم الجمهوريه. طب هذه الاصناف مختلفه علشان شكل الجو مختلف، حجم الامطار مختلفه، درجات الحراره الى اخره يعني، ولا ايه؟ بالظبط يا فندم، احنا كل ما بنختار الصنف المناسب لكل منطقه زراعيه، وفي نفس الوقت بيكون عندنا تنوع في صفات الجوده وتنوع في الصفات الزراعيه طبعا عشان حضرتك انت طبعا متابع. حلو. طب عندي سؤال اخير برضه يا دكتور عادل بعد اذن حضرتك، انه
كلنا عارفين انه العالم بيمر بمرحله تقلبات ومتغيرات مناخيه مخيفه جدا، يعني بلاد كانت برد بتبقى حر والعكس وما الى ذلك. هل ده معناه ان احنا في مركز البحوث الزراعيه كمان شغالين لسه على تطوير اصناف جديده بحيث انها تقدر تتواكب او تتلائم او تتعامل مع التغيرات المناخيه اللي شغاله واللي مقبلين عليها؟ يا فندم ده هو ده الشغل الاساسي، يعني التارجت الاساسي بالنسبه لمركز البحوث الزراعيه. احنا سيادتك العالم النهارده في 2022 بيتكلم عن التغيرات المناخيه، احنا عندنا المعمل المركزي للتغيرات المناخيه تم انشاؤه حضرتك من سنه 1990، يعني من 30 سنه ومصر بتتنبه لهذه المشكله وبتنتج اصناف لكل المحاصيل عشان تتكيف مع هذه الظروف البيئيه. يعني انا بذكر لسيادتك القطن بقول لك احنا عندنا اصناف بتجود في الصعيد جوزه 85 وجوزه 98، وعندنا اصناف في الوجه البحري، وعندنا اصناف في سماء الدلتا، وعندنا اصناف في دمياط لان في رطوبه عاليه. فطبعا ده معمول حسابه بالنسبه لنا في كل المحاصيل. عندنا بنمسك القمح تلاقي في اصناف في ست، في اصناف في سلاح حسب المحطه البحثيه اللي احنا بنصمت منها. فبالفعل النقطه دي مهمه جدا، واحنا عاملين حساب في ابحاثنا التطبيقيه اللي احنا بننفذها في وزاره الزراعه عشان نواجه هذه التغيرات المناخيه وعشان يكون تاثيرها السلبي على المحاصيل الزراعيه اقل. لو تسمح لي بقى اكلمك بس في اخر حاجه خاصه بالقطن. اتفضل. الموضوع التصنيع، يعني احنا في السابق او في الماضي دايما كنا بنبيع القطن المصري قطن خام. قطن خام يعني مش عاوز اقول لسيادتك بتراب الفلوس، يعني لا الاقتصاد القومي بيستفيد منه ولا المزارع المصري بيستفيد منه. النهارده الدوله في خلال برضه السنوات الاخيره بتهتم بملف تصنيع القطن المصري وزياده ما يتم استخدامه من القطن المصري وتصنيعه في المصانع المحليه سواء غزل او نسيج. سيادتك طبعا اما بنعمل مزيدا من الصناعات التحويليه على القطن القيمه المضافه بتزيد لما بيع غزل عن ما بيع شعر، لما بيع نسيج القيمه المضافه بتزيد اكثر، لما بيع ملابس جاهزه بتزيد اكثر، القيمه المضافه بتتجاوز 200 و300% بالنسبه لحضرتك لما بصنعه منتج نهائي. فاحنا بنمتلك احسن قطن على مستوى العالم، ولذلك الدوله في الفتره اللي فاتت حضرتك بتلجا او بتتجه الى تطوير المغازل والمصانع اللي كانت قائمه قبل كده. وسيادتك صحيح كل يوم بنسمع عن مصنع غزل المحله طبعا اللي هو ان شاء الله هيكون اكبر مصنع على مستوى العالم في الغزل والنسيج والملابس الجاهزه. المصنع ده حضرتك في مكن، مش مكن غزل ونسيج مش موجود في العالم، احسن مكن على مستوى العالم موجود في مصنع غزل المحله. وجاب التحديث والتطوير في غزل المحله يعني بشكل مذهل، وهيخرج الانتاج بتاعه في شكله الجديد بجودته الفائقه ايضا مجهزه ومخصصه للتصدير باذن الله. قبل كده يا فندم كمان في مصانع جديده بنفتتحها، مصنع الروبيكي اللي سيادتك في مجمع الروبيكي طبعا. مجمع الروبيكي وغيره. اللي انا عاوز اقوله لسيادتك في احصائيه بسيطه ان شاء الله في خطه مصنع غزل المحله ان شاء الله هينتج كل سنه خيوط وقماش ب 188,000 طن، تلتهم قطن مصري. يعني لو حضرتك ال 188,000 طن يعني 3.6 مليون انطار، تلتهم يعني 1.2 مليون انطار. ما يتم استخدامه من القطن المصري في المغازل المحليه حاليا لا يتجاوز 20%. لو وصلنا ان شاء الله في خلال سنتين ثلاثه اللي جايين 80% هتسمع القطن المصري ان شاء الله هيكون مصدر لسعاده المزارع المصري ومصدر قوه جدا للاقتصاد القومي، وان شاء الله هنحصل على القيمه المضافه اللي احنا نستحقها من القطن المصري، لان دي ثروه من ثروات مصر اللي احنا لابد ان نستفيد منها ونعظم الاستفاده بها عشان المزارع يستمر وعشان نشجعه على الاستمرار في الزراعه. باذن الله باذن الله دكتور عادل، ويعني اولا تهانينا على موسم باذن الله شديد النجاح، وتهانينا على الفصائل الجديده اللي بيتم تطويرها واستنباطها عندكم في المركز، والسنه الجايه تكونوا طلعتوا لنا برضه فصائل جديده بانتاجيه اعلى برضه تزود من حجم انتاجيه او من معدل انتاجيه الفدان، التوسع الراسي زي ما تعلمنا من حضراتكم. اشكرك جدا يا دكتور عادل، كل الشكر للدكتور عادل عبد العظيم وكيل مركز البحوث الزراعيه ورئيس صندوق تحسين الاقطان.